معاك. اه مشاكلش معاك. يلا مشيتي البارح. الو الو كبيدات، كنتمنوا تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. مرحبا بكم في فيديو جديد مع ماما. كلشي كيصيفط لي ميساج كيقولوا لي فين غبرت ماما، فين غبرت ماما. صحيح كنقرا لي ميساج كاملين. حتى انايا توحشتكم بزاف بزاف بزاف. انا اليوم جيت عندكم بزاف، راه ما فيهش غير انا، راه قلب البرمة على فمي. حتى انا كنبقى نقول استسمح، كنبقى نقول بزاف 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 حيت كبرت ماما. ورتات بزاف 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 بزاف. المهم فيديو ديال اليوم عينا ما فكرك نقولوش نديرو شي حاجه اللي كيف ما كتعرفوا حنا كنبغيو نديرو فيديوهات اللي نضحكوا معاكم فيهم. حيت فريمون ملي كنقرا دي كومونتير ناس كيقولوا لي كنكونوا مقلقين وكنتفرجوا فيكم كنضحكوا، والله هادشي شي حاجه كتفرحني. وقبل ما نبدا الفيديو كنبغي نقول لكم الناس اللي مازال ما تابوناوش، تابوناو، هبطوا تابوناو وركوا على سبسكرايب وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد ديالي. و نبداو على بركه الله. الفيديو ديال اليوم هو واحد تشالنج ديال شكون اللي كيعرف الاخر اكثر. واش انا اللي والدك ولا انت اللي والداني؟ تقدري تكوني انت اللي والداني، خلا كبر الصيبيه. انت اللي والداني. درنا دي كيستيون، غادي تسولني هي شي اسئله عليها ونشوف انا واش غنجاوب، مش عارفه غنجاوب صحيح. واش انا كذلك ومثل غادي نسول شي اسئله ونشوف انا واش عارفه ولا لا. يلا فاليزي شكون غادي يبدا الاول؟ انا. شنو هي الحاجه اللي كتعصبني؟ حاجه كتعصبك؟ زعما فيا ولا اون جينيرال؟ اون جينيرال في الناس كاملين. الكذوب، كتبغيش من الكذاب. الكذاب راه خايب. الكذاب نو الكذوب نو الكذوب. دابا انا شنو هي السلخه اللي امرت اللي عطيتيني امرت بغات تنسى ليا؟ هما بزاف. واحد السلخه عطيتيني وبقات لي على قبل انت واشرف. هي علاش حيت ظلم؟ سولي راسك انت علاش مابغاش تنسى؟ سلخاني ظلم عرفتو ديك السلخه؟ راه كنت اشرف ولد خالتي عطيها لهم واحد المره، هو اللي ما بغاش يدخل ليا وحنا كنا مسخرين تبع ليا الدراري في الزنقه وكانوا كيغوتوا وداك الشيء كيلعبوا. انت علاش تبعيه؟ حيت دخل لداركم مشكله، حيت هو ما عرفتي داك النوع اللي ما كابرش في المغرب، يعني غير كيجي ضيف المغرب، يعني خفت نجي للدار ونخليه ناكل العصا. يقولوا لي علاش خليتي صدقت وما كنقصش؟ هي ما هي كنتي غتاكل العصا غتاكلها. المهم كليتها. استسمح عجبني على قتلت ديال العصا ومني سلخاتني ساليت باقا فيها ناري ما كتنساش لها. ما كتنساش انا، مشيت قدام المرايا وانا واقف قدام المرايا نقول ياسمين هاد السلخه عمرك خصك تنساها. كان صراحه كانت فيما كتسلخني ماما على شي حاجه، والله كنمشي قدام المرايا كنقول ياسمين هاد السلخه ما خصكش تنساها، وكنبقى عاقله عليها وكنعاود ما كنعاودش ندير نفس الغلطه. عرفتي ديك ديالك تكبر وتنساها؟ تكبر وتنسى. راه هي هذيك. يلاه شنو هي الاكله اللي كنبغي؟ انا ما ساكنش معاك. يلا مشيتي البارح. وكاين اللي كتبغي؟ عرفتي داك اللي كيمشي لاوروبا غا عام وكيجي معاقش ديال المغرب؟ هي ديال هادي. عرفتي راه ملي كتجي عندي راه معلقه ماما فين هما المعالق؟ هو كتخملي كتبدلي كلشي. لا ما كنبدلش، كنبدل سير بنيتي سير. ويلي غير صعيبه. لا تبغيتي اكله ديال الدار؟ لا ديال الزنقه. زعما ما كتوجد في الدار ولا زعما لا اختي في الدار. رفيسة. سميتي انا ياسمين ناكل في الزنقه. رفيسه نو حليله. لا هذيك بتاع هذيك الباستيلا. برافو هي. عزيزه عليا كنموت عليها. عرفتي في الدار كنديرها بانواع واشكال. عرفتي داك النهار تشهيتها اللي غادي نديرها سمعت ناضي سيري لدارك. شهيده من ديالك. عرفتي هاد الباستيلا ماما واحد المره كنتي درتيها لينا وياسمين بيلون صاحبتي تحيه لك من المنبر، نط قلت ليها ما كانت ماما كتكون خدامه وفي الغدا كتصايبي لي غدا لخوها وداك الشيء باش كيتغدا. قلت لها ماما صوبتنا واحد العيبه شتها كيفاش دارت لها، وانا بيني وبين الشقار خير والاحسان. قلت لها شتها كيفاش دارت ليها، غادي نصوبها لك. وحكينا البطاطا وداك الشيء، ملي جيت نديرها في الزيت
دابا هي ما عرفتش انا انت كيفاش كتبقى لك مجموعه انت انت كتهضري على اللي كنديرها لك محكوكه محكوكه والاخرى هذيك بحال ديال الزنقه هذيك المحكوكه تي زوينه ما عرفتش كيفاش وتشتت لي داك الشيء وكتهضري لي قفرت انا ما مجمعنا داك الشيء ونحنا جواب صحيح ياك كنعرف ما شنو هي الصفه اللي ما كنحملش في بنادم النفاق ما انت ما كتنافقيش انا واحد النوع اللي كنعرفها كنعرف اللي ما كنافقش نجيكنيش انا درتي لي حاجه غنقولها لك ما كتعرفش تخبي ما كتخبيش ما كتنافقش كتغضب عليا على وجهي ما نقدرش واش انا نضر راسي نضر قلبي الا نافقتك غيبقى قلبي مزير عليا اللهم نقولها لك وديك الساعه نحلوا الموضوع سلام اشنا هو اللون المفضل عندي واش كتبدي شي حوايج شنو هو اللون المفضل عندك البيض حيت مور ياك سنقول كنت شنو تقولي لا كنت غنقولك حيت مور فتخرجي تشري لي الحوايج داكشي اش كتعرفي اللون المفضل عندي ياك يمكن عاي صحابني واش ما كنجيب لك لي كادو ما كن ما عرف معاك ناري خيتي ناري البيض ياكي البيض انا مي والدك شعجي بعض المرات كتبغي تخبي عليا شي حاجه كنقولها انا اللي والدك رامت حوالي وحدك تهبط واحد 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 هذه راه والدها موين الله يرحمها لصقتها فيا طيب هذا اللي والدك كنقول لها سبحان الله والله واحد القضيه لاحظتها مين تيكونوا الام وبنتها فاهمين بزاف راه كتولي البنت بحال دابا انا ماما الا خبات عليا الحاجه نعيق بها بحال هذه واحد الحاجه اللي باقا دارني في راسي شنو هي واحد المره جات دورات معايا وقالت لي ما تقوليش الحمد لله شحال عطيتك حيت عطيت اكثر منه ونضت هو حتى هو عطاته قدي غير هو وقيلا كان تنقص لي شويه وجاتني بالضمير المهم عطات نقد قدت هو قالت لي نفس الهضره قالت لي ما تقوليش لاختك راه حيت لك ما فهمتش علاش 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 قلتي لي انا ما تقوليش لي وما تقوليش لي في الاخر حنا انا خويا ما كنخبيوش على بعضيا غير بلا ما توصينا قلت ليه وتا هو قال لي وقنا راسنا عطيه نفس الحاجه ومشيت عندها قلت له ما كنكذبش مشيت عندها قلت لها ماما انتي عطيني حمزه قد قالت لي راه جاني تاني بالضمير كنت غنعطي لواحد اكثر من الاخر الساعه وانا نبني الضمير ديالي ونعطيهم بحال بحال دابا شكون انا وبنتي حيت هي انا لا لا للراي ديالي انا ملي كيكونوا الاولاد بحال دابا مثل لاج ديال ولادي ملي كانوا مقاربين كنت كنفضل نعطيها هي اكثر منه علاش هكاك بنت كنبغيها ما تكونش مخصوصه حتى لشي حاجه باش ما تخليك لي امي يا والله زعما الحمد لله الولد ما تعتني في وجهها وكنقولها في غيبتها والله ما عمرها حرمتنا من شي حاجه ولا عمرها كنا حنا ما بين وسطنا صحابنا كاملين حنا اللي لابسين حسن حنا اللي واكلين حسن حنا اللي كلشي موفر لينا اللي حلينا العفام راه كتكون عندنا كانت شي واحد على من كيتقاتل راه كيتقاتل على ولادو كنقول الامهات اللي كيشوفوا فيا تصاحبوا مع ولادكم تقربوا لولادكم بزاف حيت راه وبغيو ولادكم اكثر منكم حيت انا كنشوف شي امهات كيبغيو راسهم على ولادهم والله سي فري كتشري ليها هي حنا تيمو ماما كندير لنا خاطرنا وما بغاش خسر لينا كنا عمرنا ما سافرنا وما ديناش معنا صحابنا كنا ملي كنسافر كتخلي كتقولنا ديو معكم صحابكم اللي بغيتو انا كتلقاني ديت معايا صاحبتي خويا كيدي معاه صاحبو باش يتوانسو باش يعجبهم السفر زعما الله يخليك ليا والسفر انا ملي كنمشي وانا كنشقى دابا داك السفر هذا ولكن كان عندي بالفرحات عليا وبكل شيء والله الله يسمح لينا امين امتى عرفت سفيان كيفاش امتى عرفتيه امتى عرفتو شحال دابا عرفتو شحال دابا ديال الوقت دابا نتوما مزوجين عام ياك مزوجين دابا عام شي عامين قبل هي 3 سنين ويلي من ورايا It was at this moment that he knew he fucked up 2016 ما كانتش في بالي انت قريت لا كانتش في بالك 2016 عتي راه حنا كنجينا شي لا تخيلي معايا هذا هو ايوا دابا 3 سنين 4 سنين هذا هو رابع هاد سان فالونتان العيد الحب هو رابع عيد حب احتفلنا مع بعضياتنا ولكن تبقى كتحسبوا غير هذا رابع راه من واحد لواحد يلا عام لا 4 سنين 2016 17 شهر 5 2016
ايوا حسبيها شهر 5 2017 شهر 5 2018 خمسة 2019 4 سنين زقلتي في هذه الوقت ما شاداش الحساب هذاك الشيء هذا ما شاداش لا حسابها شكون عزيز عليا اكثر انت ولا حمزه لا ممكن ديرش ما بجوجنا عزيز عليك بجوجنا ولادك حمزه طبيعه الحال ندير خاطر حمزه حيت قلنا في الفيديو واخا عليكم بعدا انا رجعتها هي راجلها على ولدي وانا ولدي عليها غير ضحكت معاكم جاو كيصيفطوا خويا لي ما كاينش ضحك كان انا ما ضحكاش انا دابا ما ضحكاش ولدي ولدي عزيز عليا اكثر منا حلفي بالله والله علاش بالعكس شي واخا يكون شي زعما يكون خويا عزيز عليها اكثر ولا شي حاجه انا عارفه ماما حنا بجوجنا وما اينا انا هنايا وحمزه هنايا كتموت علينا وتموت معنا واي حاجه مي واخا يكون خويا عزيز عليها زيد هو واحد شويه ماشي مشكل انا تلمون كنبغي خويا وحق الله الا كنبغيه بزاف خويا عزيز عليه لواحد الدرجه ما كتصورش تلمون كنبغيه كنبغيه يكون حسن مني كنبغيه يكون هو العزيز على كل شيء كنبغي المهم راه اللي عزيز عليه خو بزاف راه غادي يحس بيا وفاش قلت هكاك راه ماشي قلت لكم راه خويا ما عزيزش عليا ولا حيت شي وحده مشاو كيصيفطوا ليه لي ميساج ومسكين وسط من الخدمه عيطي ابل فيديو كتقول لي واخا عليك هو مسكين شاري ليا سبرديله كيوريها ليا بلاتي عليك شاري لها سبرديله مسكين جابوا شي وحدين جابوا شي سلعه جديده وداك الشيء وشافها ومشاو يشري ليا سبرديله عجبات وجا لي انا دابا ولدي فضلتو عليك كما فضلت راجلك على ولدي بكل فرح زعما ولدي المهم هذا هو الجواب ديال السؤال انا خويا عزيز عليا بزاف نبغيه يكون عزيز على كل شيء والله زعما ما عنديش مشكل انه يكون عزيز اكثر مني حيت انا عارفه خويا درويش مسكين كيعز على كل شيء ولد الناس دابا انا وبنتي انا ويا بنيتي غير كاين الناس اللي ماشي ولد الناس راه كلشي ولد الناس انا ما نعرفش ما حتاش نصف لك حمزه كلشي كاع كلشي ولاد الناس كلشي بنات الناس ايه كاين اللي درويش خويا درويش خويا على مزيناتو اون فوا كنهضر معاه ابل فيديو ولا كنشوفو كنقول له خويا وليتي فن زوين باش عارف شحال عزيز عليا كيبان ليا راه القلب اللي زوين كيبين بنادم زوين ولا حيت اللي لداخل هو اللي كيبان على برا ملي كيكون قلبك زوين وافعالك زوينه كيكون بطبيعه الحال انت قلبك زوين ايه انتي ماما عندها واحد الضربه هنايا كنت نيفا كنقصهم في الصغر دابا بغات تعيب لي حيت نيفي احسن من نيفا انا نيفي بحالي فيك بجوجنا من قاعدين صغيورين على مزيناتو عاودي لهم على الاسطوره ديال الضربه هذه ضرباني اختي صغري خونت لها الشوكولاط وهزات واحد الطبسيل ديال الحديد وهي تضربني به كانوا صغار انا باقا صغيره في الكونه ديالي راه حتى جاو لقاوني غارقه الدم و انت عندك مازال عندك 6 سنين مازال في داك لاج حيت ما خيطوهاش ليا ما كان خيط لا والو داروا ليا غير الدواء ما عرفتش كون خيطوها ليا كره خالتكم مونيا سيكاتريس كان نيفك كبير وشيرات عليه ولكم قديرها حتى والله نيفك صغير وبر شنو هي الطوموبيل اللي كتعجبني ما كتسقمش ليا سميتها الطوموبيله دايره بحال توفيتها مسميها انا توفيتها سميتو فيتا هاد السيد انا فدربنا عنده بحاله صفراء كتقول لي انت فيتا ديالك كيجيني دوك الطوموبيلات بحال انا غنحط لكم سميتها بيتلي ايوا بيتلي انا نعقلها على بيتلي انا نحط لكم اي ثلاثه هذاك عنده بحال ديال السيد القديم واقيلا توفيتا والله ما كتمشي بحال فانيده ماما غنحط لكم صوات انا تبان لكم توفيتا حاقراني شنو البلاد اللي نبغي نعاود نمشي لها ديجا ماشي لها مصر ماما كتعجبها مصر بزاف سبحان الله كاين شي بلدان اللي كترتاحي لهم بحال دابا انا تركيا انا دابا تركيا راه كنقول سفيان ان شاء الله زعما من هنا شويه لقدام كنقول لي بغيت ندير شي شهر ولا شهرين ندورها قلت لي ما بغيتش نمشي داك فاكونس المفرشخ بحال دابا ملي كنسافروا غير 10 ايام كتسافر فاكونس مفرشخ يعني كتبرك في اوتيل غالي كتاكل ماكله غاليه واش بغيتي وجه القاهره بغات لا بغيت نكتشف البلاد تا هو كتعجبني
يعني بغيت مريش ولاش سيد ربي يعطيك شي رزق وانت تمشي شهر وكيما بغيتش تمشي لمدينه وحده ولا تمشي بزاف تمشي لاسطنبول بحال كي منها مشيت لا انا مشيت ل حتى بغيت كل مدينه ندورها كامل 25 يوم مشيت ل بغيت انا شهرين خمسه ديال المدن جد وجد جيب كاسي سفيان بزاف عليك اويدي بزاف عليك بزاف عليك بغيت ندورها كامله زنقه زنقه الله يسهل والله زعما واحد البلاد اللي كتعجبني وكتعجبني الثقافه ديالهم وسورتو اش كتعجبني بزاف ماما حيت عندهم الرفق بالحيوان هادشي علاش كتعجبها هي انت مشيتي لا بقيتي ناعسه وكيجي واحد كيمشي فاكونس اصلا مشيتي فواياج اورغانيزي انا مشيت بقيت ناعسه هكا داير لي فواياج اورغانيزي يسحب لي راسي مشيت للعسكر عندها عارضه فلوس عرفتي ديك الساعه غاليه مشيت بجي جوج المليون شي 10000 ريال اصلا العمله ديالهم ما كانتش طايحه بحال هادشي شنو تصوروا كيف يقوم خمسه الغيفي في لوطيل مع خمسة الصباح الفطور مع 6 لا بحال داك درنا الغيفي مع 4 الصباح الفطور مع 5 الصباح ديبار مع 6 الصباح واش انا جايه للتجنيد واش دابا هذه عطله ولا عسكر لا اختي او وانا نبات في هذه المدينه اليوم الغد يقول لك حنا غنمشي هو خلي منها مدينه وحده وخلي من الصباح ناعسه حتى 10 الصباح انا شوف انا كونط لي فواياج اورغانيزي علاش لا خايبين ما زوينينش ما زوينينش كيديوكم فين بغاو هما كيديوكم بلايص غاليين بلايص هما متفقين عامر خدامين معاه كيقولوا غنجيبوا لكم زعما الناس هو تعطيونا واحد الباي ديالنا دونك انا جو بريفير انا الحمد لله زعما لقيت سفيان كيفكر بحالي جو بريفير انني نمشي لراسي ونكتشف راسي لا ولكن دابا ولات تركيا ولات لا دابا تركيا الناس كتعرف هذه داكشي اللي عندك قبل كان واحد الفكره كيجيد كيقول لنا ما تخرجوش باقي مسلسلات ما كيديرونش في التلفازه والقيد قال لنا وياكم تخرجوا راه كاين الشفاره والمافيا حيت كيف كنخرجوا غير معاهم هما ولكن اختي وانا راه يلاه كننعسوا الغيفيسونا دعيت عليهم حتى تسخفت دابا ان شاء الله ان شاء الله زعما حاطه شي حاجه بين عينيا اللي بغيت ندوزها واحد شهرين ان شاء الله شهرين وشي شهر ونص هكا كندورها من راسها حتى رجليها ان شاء الله شوف هذا واحد السؤال ما بغيتش حد يخول ليا هاد السميه الا ولدت بنت شنو السميه اللي بغيت نسمي عارفاه ولكن هنا 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 عاوتاني اللي قالت لك نعمه نعمه تجي كاس نعمه جوليا لا حد السميه عندها علاقه بالدين بلاتي بلاتي صعيبه عندكم تشفروها ليا ويلا ليش فروها لا ما قلت لي بلي عجباتها وكانت حاملة وغتولد الله يسهل عليها الله يسهل عليكم ممكن خيبة 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 ربي ما غتجينيش توقع 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 هي المفرد ديال التقوى التقوى هي المفرد ديال التقوى اللي عجباتها تاخذها خذوها بصحتكم علاش هادشي كنسد التليفون كيرجع لي من الاول فاش كنت صغيره شكون كان حاط عليا كثر بزاف شنو اللي شكون كان حاطين عليا بزاف صافي ندرك عليا تيفون قلبها فاش كنت صغيره شنو اللي كان حاطين عليا شكون اللي كان حاطين عليا شفاره ما معنا ديزي استوار مع الشفاره وانالي كنت عاك كنخرج كنت تقريسه وكنجي تعاودي اليوم على فاش كنتي كتلعبي في الدرب يا ويلي ندير شي سنسله يا ويلي ندير شي طوينكات يا ويلي واحد المره راه جاي واحد الشفاره اصلا هو هربان وهي كتلعب باقا صغيره كتلعب هي وصاحبتها مخرجين تسيحة. اصلا قبل لا اصلا قبل كنت انا وخويا مشينا نسخروا المسبانه ها خالد سخرنا با مسكين الله يرحمه سخرنا مشيو للمسبانه وعاد مشينا وجايبين ساك ديال الحوايج من المسبانه عاد وقفنا واحد السيد سلام ساعه كبيره وليداتي هادي يا عافاك عافاك بغيت الساكه زعما انا قافزه زعما وانا نقول لي راهي سير سوي لي ولا بنتي انا كبير وما قادش نمشي تلتما انت يا سيره بنيتي تسخري ليا وخلي قلت لي لا عطي خويا يتسخر وانا باقا دايره فقافزه عطي خويا هو يتسخر لك
عطى لخويا وانا واقفه شاده ساكي مديره معتقيل هزه هنا وخويا ويقول لي يا بنيتي خوك تعطل وانا كنبي غير خبز كرم وقيل مش اخوك الدنيا العقل وانا نقول لي انا كيفاش هاوي لي لا 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 ويقول لي راه بنيتي لا سيري شوفي ليا مشيت انا عند خويا جينا لقينا يدينا والرحمه دابا هذاك صافي با هزنا كان عند واحد صاحبو مشينا لديك الساعه كانت كوميساريه هي ديال الحي الحسني الدار الحمراء مشينا درنا بلان داكشي يلا دازت يومين ثلاث ايام انا واحد من جيراننا دروجهم كيتسيقوهم هكا كنلعب انا وياها في السطوان بالماء هاك بالك ويجي واحد ويطفعنا بجوج دخلوا سد علينا مالك شفار تتابعينو البوليس دابا زغبوا الله دخل عند دوك جيران ودوك جيراننا عندهم جوج بيبان في دارهم عاتيو عندها خوتها كبار هما يخرجوا ليه وعاتيو ملي مشاو الغد الاخر مشينا للكوميساريه هما كيقول لي لا راه هذا هو اللي خول لك راح يتقر هو قر قال لهم لا انا راه شي وحدين خونتهم في كانوا حوايجهم من الصبان قلت لهم انا لا حنت انا هذاك الاخر عقلت عليه ما يقول لي يا حول قلت لهم لا هذا ماشي اللي خونا ماشي هذا ماشي هذا اللي دفعني عرفتي هذيك صاحبه كنصرخ ويقول لي يا ويلي ومره اخرى كنت عاوتاني انا وصاحب الجميله كنا جايين من اللي براس الدر ما عطير لك ولا هذيك راه في رمضان مسخرين مشيت نجيب الحليب خرب الفطور جين انا راه وسط الدريات انا جايبه الحليب وجايبه باريزين ووسط الدريات وعرفتي ها جروا لي السلسله وجروا لي ما يمكنش ما يمكنش كانوا حاطين عليا انا هو كنت زينة الجب زين الشفره كانت عليك العين ويلي الله يحفظكم الله يحفظ كل واحد مننا هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا جيسبيغ يكون عجبكم سالينا ما سخيتيش قراو قراو لهم دي كومونتير من الفيديو يكونوا زوينين ما سخيتش بيك انا ساليتي انت الاسئله ديالك ساليتهم خمسه ندخل هنايا اول كومونتير ديال خوله بوغابه هاد السميه هادي تاهي كنقراها كتكومونتي ليا قالت لي جو تيم بوكو والله راك عزيزه عليا وكتدخلي الخاطر وانسانه متواضعه بزاف الله يخليك ديما هكا ربي يخليك حبيبه ديالي ميرسي بوكو على الكومونتير ديالك الحمد لله التواضع شي حاجه اللي زوينه انت واضع لله رفع اكزاكتومون علاش بنادم غادي يتكبر راه كلشي ولا 9 شهر الا ادم اشرف ولا 8 شهر ماشي 9 شهر 8 شهر ثاني كومونتير ديال هين ديرا اش اي اسباس ان دي الله يخليكم لبعضياتكم والله كتفوجوا عليا كنبقى نتفرج ونضحك ومني تنتلاقى بكم عجبتني الفكره والله تبارك الله عليكم سلمي على ماما كتوحشناها هيا ميرسي حبيباتي سلم عليك الخير والرباح نتمنى الكومونتير ديالي يدوز في الفيديو الجاي فوالا هو داز والله بلا ما نقرا الكومونتير شكرا حبيبه ميرسي بوكو هند حبيبه ديالي ان شاء الله نتلاقى بكم والله الا بغيت نتلاقى بكم خصنا غير نعرف زعما بلي راه غادي يكونوا الناس مساليين ونقادو شي وقيت ليكم كلشي فيه عنده الوقت ونتلاقاو ان شاء الله ثالث كومونتير كنديرو تحفيز الناس لاول مره يكومونتير خنساء سلمان هذا اول كومونتير غنكتبو ليك واخا انا ديما كنتفرج فيكم كتعجبوني وكتحمقني ماماك بوسيها بزاف كنتمنى نتلاقى معاكم ندوز نهار زوين ان شاء الله شكرا حبيبه ديالي شكرا سبحان الله كاع ليكم الله يسهل على بنتي شكرا الله يسلمك وينجي الكومونتير ديال فاطمه اي تحمد عرفتي مريضه وضحكتوني الله يفرحكم كنتفرج انا وجداتي راكي عزيزه عليها سلمي لي على جداك بزاف الله يطول في عمرها ويخليها لك يا ربي والله شي حاجه اللي كتفرحني انني نلقى ناس كبار وكيتفرجوا فينا وكنضحكوهم وداخلين لهم الخاطر يعني ماشي غير الناس اللي في جينيراسيون ديالنا والله شي حاجه اللي كتفرح بزاف شكرا بزاف قالت لي بالنسبه للفكره تاع نتلاقاو عجبتني ملي تبغيو ديروها علمينا في فيديو بنهار ان شاء الله غنعلمكم على تيساع ونقادو البروغرام كاملين بون هادو هما لي كومونتير ديال اليوم هنا غادي يسالي الفيديو ديالنا كنبغي نقول لكم عاوتاني ما تنساوش تابوناو الناس جداد مرحبا بكم جيسبيغ يعجبكم المحتوى ديالنا شكرا بزاف على الدعم ديالكم كنبغيكم بزاف باي باي You got me singing way, oh, way, oh, oh. You look like a girl.
like a dream.